الحمد لله الحمد لله المتكفر بحفظ عبده في جميع موارده ومجاريه فهو الذي يطعمه ويسقيه ويحفظه من الهلاك ويحميه ويحرسه بالطعام والشراب أما يهلكه ويرديه ويمكنه من القناة بقليل القوة فيقصر به شهوة النفس التي تعاديه ويدفع شرها ثم يعبد ربه ويتقي ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله النبي هو نبيه الوجيه صلى الله عليه وعلى الأبرار من عترته وأقربيه والأخيار من صحابته وتابعيه أما بعد فإن أخوف الشهوات شهوة البطن والفرخ شهوة البطن والفرج فالله الله أن تغلو فيهما فقد قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وقال تعالى وتأكلون التراث أكلا لما وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى أتأتون الذكران من العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقال عليه الصلاة والسلام لعلي يا علي لا تتبع النذرة النذرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة وسمي عليه الصلاة والسلام رجلين يتجشأ فقال أقصر من شجائك فإن أطول الناس جوءا يوم القيامة أطولهم شيئا في الدنيا واعلموا أنه كما يذم الإفراط في هاتين الشهوتين حيث يختل به حقوق الله بالإنهماك فيهما كذلك يذم التفريط فيهما بحيث يفوت به حق النفس أو حق الأهل كما قال عليه الصلاة والسلام فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولزسدك عليك حقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما